تشيز كيك. بصوا التشيز كيك دي عامله ازاي، اهي حلوه قوي قوي قوي، تشيز كيك صحيه جدا اهي اهي كده. تعالوا بقى نفكها، وعايزه اقول لكم بقى هاي بروتين، يعني ايه البروتين هتنبسطوا جدا. اي حد بقى عنده اطفال، عايز حد في سن مراهقه، بصوا حاجه خطيره، بس هي تطلع بس. هي ليه ما بتتفكش؟ لا بس مش بت... يعني مش عارفه ازقها قوي، بس ثانيه بقى. القالب نفسه هو مش ايه، تمام اهي. طبعا نقدر نفتحها اكتر من كده، ولكن بس عشان التصوير مش عايزه ايه ابوظ شكلها. تشيز كيك الزبادي، محتاجين كوبايه ونص زبادي يوناني، هي الاساس في الوصفه دي الزبادي اليوناني. عايزه كمان 5 معالق كبار من النشا، ممكن يبقوا 4 معالق مفيش مشكله. عايزه 4 بيض ومعلقه صغيره فانيليا، يبقى هي كده بيض نشا زبادي وفانيليا بس كده. يلا بينا. ايه وبشر الليمون لو انتم متضايقين طبعا من البيض. هنحط بقى ايه البيض كده، عشان كده بقول لكم هاي بروتين. بشر الليمون، الفانيليا، وهنضرب. نحط القالب على جنب ونشيل التشيز كيك دي ونفكها بعدين. ادي البيض مع الفانيليا، اللي عايز يضيف عسل اوكي، الزبادي، عايزين ننزل كل كمية الزبادي، هنزلها حالا بس اضرب كده الخليط مع بعضه. هنا حطينا البيض وحطينا الليمون، بشر الليمون، وحطينا الايه الزبادي بالظبط، ناقص بقى ان احنا ننزل بالنشا. القوام بتاعها زي ما انتوا شايفين كده تقل. مجهزين القالب، بس انا عايزه انزل بقيه الزبادي اللي قلتلكوا عليه عشان كله من مقاديرنا. في بتاع معلقه زبادي يوناني. القالب محطوط فيه ورق الزبده، وننزل بخليط تشيز كيك. ممكن تحطوا عسل او اي اضافات بقى، عايزين تحطوا تشوكلت شيبس برضو، عايزين تحطوا اي حاجه تانية، تمام في الخليط اوكي. فاكهه، انا هحط الفاكهه من فوق عند التقديم يعني، وهلف القالب كله كده. بسم الله. قوالب تشيز كيك بالزيت لازم تتلف كده، تحمي التشيز كيك جدا. درجة حرارة الفرن قد ايه؟ 170، وتدخل على صاج ضروري جدا. ادي الصاج بتاعنا، ونحط القالب ويلا بينا نقلل درجة حرارة الفرن ونفتحه كده.
وندخلها. مش هتلحق تطلع دلوقتي لان هي بتاخد تقريبا 35 دقيقة على ما تبتدي تاخد لون من فوق، بس زي ما شفتوها بتطلع بالشكل اللذيذ اللي قدامكم ده وبتبقى تحفة. وزي ما بقول لكم هي هاي بروتين، بروتين عالي جدا ولطيف جدا ومفيد جدا. عليها عسل او ميبل سيرب كده اهو عشان نلزق عليها وتبقى بتلمع ولذيذه. نقدم على التشيز كيك بتاعتنا عشان يبقى شكلها لذيذ ونبقى ما اتحرمناش من حاجه واحنا عاملين دايت او عايزين ناكل حاجه صحيه حتى لو مش عاملين دايت. نختلف كيويهية بس من هنا عشان الالوان. ايه رشه سكر باودر عشان ايه اللون.